انا حارس ليلي بحال مدرسه بحال محمد حارس ليلي. انا المفاجاه اللي كنتفاجئ بها حتى كنتفاجئ بالطوموبيل محطوطه ما عرفتش مولاها اللي حطها حطها وزاد ما بانش حطها وزاد حتى كنتفاجئ بالسلطه حتى كتجي السلطه كيجي السلطه المحليه كيباتوا هنا ثلاث ايام هما كيباتوا كيشربوا هنا مريحين زعما كاين ما محايدينش من هنا عينيهم مع الطوموبيل هذا اللي غيجي يحط الطوموبيل هذا غيقرب الطوموبيل ما بانش حتى واحد اللحظه الغد اللي ثلاث ايام ديالهم عيطوا للشرطه الاداريه جات الشرطه العلميه قضات البصمات ديالها جاو المخزن خذا المعلومات ديالو جا القايد جا المقدم جات زعما كاين خذوا العينات ديالهم كاملين وهذا هو اللي كاين دابا انا شي يومين ثلاث ايام بحال ما هكا يومين ثلاث ايام باش حطهاش انت ماشي شكون حطها لا ما بانش حاجه مدرقه فهمتي الزنقه هنايا غتجي مدرقه راك شراك على بالك كلاكسيون غتبان لك مدرقه حيت الخرجه ماشي هي الدخل لداخل مدرقه اللي حطها حتى قصورت ومشى حيت اي واحد غيحط الطوموبيل غيحطها غيصورتها غيدير شي يطرح لي وغيدير بحال ضيف وغيمشي حتى ما تشوفش ما تعرف ما غاتعرفوش شكون هو واش شافرها او حيت القلب ما كيعرفش شنو 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 عند بنادم ثلاث ايام المخزن هو هنايا ما كنحمل المخزن راه ما حيش من هنا ثلاث ايام المخزن ما حيش من هنا ما كاينش هما هنايا بقاو هنا حاضرين حاضرين هنا كيتغداو هنا كياكلوا هنا كيشربوا هنا ما عندهمش اللي كيمشي راه حدهم هنا الوقاش اللي غيجي لها مولا ما جاش لها مولا مولا باش يجي يحلها او يقرب لها شي واحد ما جا لها حتى شي واحد ومن ما جاوش ثلاث ايام ديالهم زادوا اليوم عاوتاني راهم عيطوا على الشرطه الاداريه الشرطه العلميه خذات المعينات ديالها خذات البصمات ديالها وراه هي كتاخذ البصمات وراه الاجراءات ديالها راه خدامه وهادشي راه ما كاينش وكانوا باغينا شي بولاش يكونوا زعما كاين اناره تكون الاناره في هذه البلاصه هذه باش الا كنا تحط شي طوموبيل كتبان كتبان السياره شكون مولاها كنت فيزي على مولاها شكون هو.